السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد وجمعه طيبه. شكرا لكم بزاف 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 من القلب، شكرا مليها حد البنات والله. بالنسبه للاخوات راني باقي ما كملتش التعاليق وباقي كنجاوب على الاسئله ديالكم. السؤال اللي جاني بزاف هو داك الزيت العود اللي شريت، شنو سميت البيدو؟ سميتو شركه توابل النحله. هاد الشيء هادي هي التيكيسه اللي مكتوبه في الفيديو. تاكدي لي يا ريحانه، شركه توابل النحله. انا راه جبتها، الا لقيتو هاد الزيت راه زوينه مخيره فنا ما مغشوشاش. انا شريتها البنات تقريبا 100 درهم الليتر. بغيتو هشام يجيبها لكم، نحط لكم نمره هشام، راه ممكن يصيفطها للاخوات اللي بعاد. انا جابها لي هشام. هاد الفيديو طلبا عند نزول بعض الاخوات اللي بغاو فيديو على الذكرى المولد النبوي الشريف، شي اقتراحات اللي نديروهم. انا كما كنلبي الاخوات كلهم درت لكم واحد الطويبله زوينه بداكشي اللي عندنا في الدار. درت لكم الحلوه ديال رافاييلو بنكهه زوينه، ودرت لكم رغيفات باللوز، ماشي اللوز بزاف البنات ولكن بمذاق ديال الاملو، غزالي الفني غادي يعجبكم. المهم طبله زوينه غتعجبكم. ندوزوا للفيديو وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا بها يا البنات، غادي درت هنا الطحين، خديت جوج زلافات صغار ديال الفينو وثلاثه زلاف كبار ديال الفورز ومعلقه ديال العسل كبيره ومليحه. صافي، هاد المسمن اللي تيكون هكا لا كبغيتو المناسبه ولا العيد ولا بغيت زعما نتفركس عليه كنزيد ليه الحليب، ماشي ضروري الحليب، قلت لكم غير من كتكون شي حاجه واحد كاس ديال الحليب. صافي، وغنكمل بميها بارده وغنديرو في العجانه ديال البنات وغادي نعجنو ونديرو في بلاستيكه. هنا جبت الزبده باش نصايب حلوه رافاييلو، غادي نخلط العجينه ونعجن وندوز نقاد رافاييلو. لا شنو غادي ندير؟ غادي نقاد الكيكات قبل من الغريبه، عرفتوا علاش؟ حيت الكيكات غيكونوا كيطيبوا وانا غادي نكون كنخلط في الحلوه، حيت الفران غنسخنو نسخنو ما بقاش نسخنو على شحال من خطره. غادي ندير جوج كيكات في دقه واحده في الفران، غندير كيكه في بيضه وكيكه بالشوكولا، غيكون خليط واحد نخرج منه جوج كيكات وغادي نزوقهم هكا، غادي نتفركس عليهم شويه في الزواق، فهمتوني؟ من بعد ملي غندير الكيكات غندوز نخدم الحلوه ديال رافاييلو. هنا راني غادي ندير البنات الماء يغلي باش نسلق فيه اللوز باش ندوز نقليه باش نديرو وسط الحلوه. الا عندكم اللوز ديرو، بغيتو ديرو كاوكاو ديروها، بغيتو ديرو هذاك النوازيد اللي عندكم، غير تكون شي حاجه. ممكن ديرو حتى البيستاش، ممكن ديرو اي حاجه تمرمدو فيها، حيت كديرو في الشوكولاط البيض كديرو في شي حاجه. وغني ندير شويه البغرير، هذه غتكون واحد الطويبله ديال الكوتي ولكن تقدروا تعتمدوها لذكرى المولد النبوي الشريف، حيت بسيطه وسهله وبالزربه كتوجد. انا غادي ندوز نعجن هذا، نعجن المسمن ونرجع معكم. انا غادي نبدا دابا نقاد الكيكه. هنا راه المقادير ديال جوج كيكات، عندي هنا ست البيضات، حساب ست البيضات في كل وحده. هاد الكيكه البنات غنخدمها غير بالطراب اليدوي، غندير لها لا الميكسور لا والو، شويه الملح، ثلاثه الفانيات، هذا ديال البيض، نسخن الريحانه تجيب لي البيض باش نديرو في رافاييلو. اخر مره درتها بلا بيض ولكن دابا غنديرها بالبيض، اش كتخرج ليا واحد شويه. هنا عندي جوج كيسان سنيده، جوج ممكن تعبروا بالكاس ديال دانون اللي غديروا ديال دانون، هو اللي تعبروا به. نطرب شويه اللي حتى تذوب سنيده، ضروري تذوب البنات السنيده. هنا غادي نزيد واحد الكاس ونص تاع الزيت، كاس ونص تاع الزيت الا غديروا غير كيكه وحده، ثلاثه البيضات وكاس لاروب ديال الزيت. هنا هالكاس الاول، هالكاس الثاني، هذه راه كيكه ديال زمان كنا كنديروها غير بايدينا، شكلي عاقل كيش الكيكه بقى ديال بق 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 بق. ايه كتسمعي اللي جاي من راس الدرب يسمع اسمع الخبيط. اودي ما بقاوش دوك الدراهم، فين هما مشاو؟ الله يستر. واحد الاخت خلات لي كومونتير البارح قالت لي زعما كتطي كتشقاي وكتخرجي وكتجي، هي اللي خرجت ما تقدرش. والله القسم الا كاع راه ديما تنقول لكم راه غير النفس النفس النفس، وما كاينش اللي غيقضي لك. يعني الا ما خرجتش انا تقديت والله ما كاين اللي غيجيب لي التقديه، يعني ما كاينش، يعني خاصني انا نخرج نتقدى وخاصني انا نعجن وخاصني انا نشقى. مازال بعض المرات الا كنت عيانه
كنخلي الجفاف النهيله ولا هكا شي حاجه ثقيله، لكن كتجيني حشومه حتى هي خدامه، تجي تلقى قدامها الشحه كتجيني شويه ايوا صافي. كنطلبوا ربي نوضي صلي وطلبي الله يعطيك العوين وكثري الذكر، الذكر تيعاون، ديري الذكر هكا يكون فمك انت خدامه وانت كتذكري الله حتى كيعاون، وصافي طلبي العوين من الله، طلبي ربي يعاونك. هنا جوج كيسان ديال الياغورت، انا درتهم بالبنان، ديري الفاني ولا البنان بحال بحال. ريحانه نوضي تسخري ليا، هذو غادي نديرهم نخلي وحده وحده نديها لخويا حيت انا صايبتها على قبل على قبلكم هكا. اما انا الذكرى باقا بعيده تقرب ندير الكيكات، ديري نص من هذه ونص من هذه. خديت واحد المولات البنات رخاصين دايرين 15 درهم ولكن كيطلعوا الكيكه زوينه بزاف، يعني نوريكم شنو اذا لقيتهم خذوهم. داك الوسطاني طالع حتى الفوق، هذا كيساعد الكيكه باش كتجي كبيره وزوينه. هنا غتعمروا جوج كويسات العبره بهاد الكاس تاع دانون حليب، الى عندكم العصير ديروا العصير، الليمون كيجي زوين. انا ما كانش ديروا الحليب، انا الحليب ولي كاين درت الحليب. الليمون كنت غنجيبو سولت عليه في التقضيه قال لي 140، ما مسلكانيش 140 صراحه، كنشري ب 5 دراهم ما شفتوش. جيت هنا للسوق قالوا لي 9 دراهم، هاد البنت في ديور الامان قالت لي راه الخضره عندكم رخيصه، حتى انا هاد السوق اللي حدا الدار راه متبقى ما تلقايش علاش تحط يدك، كلشي غالي. انا مشيت هذاك اللي حدا الجرده راه معروف هنا في الازهار، تيعمر في العشيه من العشيه للعشيه كيعمر، تيكونش بنهار. صافي دابا غنبدا نزيد في الطحين ونغربل، ضروري نغربل. هنا كاس تاع الطحين، انا غادي نشوف شحال من كاس درت ونقول لكم. هنا راه زدت الكاس الثاني البنات ديال الطحين، والله الا كيسحب ليا مشى على التليفون صافي ما كانش شاعل. زدت الثاني صافي، هذا الرابع. عندي هنا 400 غرام تقريبا ديال الطحين درت، دابا غنولي نتكايس نزيد، وانا كنتكايس باش ما تجينيش ثاني ثقيله. ندير كاس لاروب ونشوف، ندير زعما كاغط باش ما نوسخش الدنيا، ساعة انا ويلا ما وسختش الدنيا ما نتسماش درت الكيكة. ما زدتش خمس كاس ونشوف. زدت كاس لاروب تقريبا 500 غرام قال شي حاجة، المهم هزت ليا شي نص كيلو ومازال تنطربها شويه ونقول لكم واش خاصها مازال. غادي نزيد واحد نص كيلو ديال الفورس. شوفوا كنزيد نص كيلو، ويلي ويلي صافي غتولي كي خبز، غتولي هذه حلوه ما غتبقاش كيكه. نص كاس ولكن ما درتوش كله، ست ربع وخليت ربع صافي بركه. قولوا 500 نقولوا 520 وشوفوا الطحين هاتوا معينكم ميزانكم. بحال دابا هاد البيض درت انا راه كبير، وهاد البيض اللي جابت لي ريحانه صغير، يعني ممكن طيحوا في بيض صغير وكيكه على حسب. صافي دابا غنوجد الخل بلاتي والخمارات. هنا عندي ربعه ديال الخمارات، الخمارات هي شوفوا البنات تكون جديده، الا كانت قديمه راه تخسر لكم الكيك ما يطلعش. واحد المعلقه كبيره صافي، غادي غير نحركها غير ندخل الخماره في الكيكه ونحبس. اصلا حركتها يعني خلطتها مزيان، وراه يبان لكم الطحين ما بقاوش فيه الكويرات حبسوا. صافي غنمشي ندهن المول بالزبده ونرشو بالطحين ونجي نكب فيه الخليط. بالنسبه للاخوات اللي ما كتسلقش ليهم الكيكه، يعني داروا معاها اللي داروا ديروها في الفريكو واحد المده ديال نص ساعه وجبدوا ديروها في المول ديال الكيكه وديروها في الفرن، راه كتجي رويضه وحق الله. دابا انا حيت باغا نطيبها دابا ما غنديرهاش، غنخليها على جنب على ما ندهن المولات. صافي بركه. صافي انا غير دخلت فيها حتى دابا والله الا خدمتي بيدي ضراتني وبقى باغا ندير بها السمن. يلا صافي بركه عليك. فرقتهم البنات، خديت هنا نص وهنا نص، هذه غنخليها بيضه وهذه غنزيد لها الكاكاو. الا بانت لكم العجينه تقالت شويه زيدوا لها واحد الشغيمه ديال الحليب، وانا غنزيد لها شويه من هذا
الكاكاو نيت غير هذه ديال برا، كنبغيش الصراحه نديرو بزاف، زوين فيه واحد المذاق زوين، كنتكيس عليه كندير شويه من هنا وشويه من هنا. صراحه هذا فيه لوغو زوين. هالمولات البنات شتو عندهم هذه طالعه على قد هذا، غالبا كنلقاوها حد هنا قصيره، هادو كيجيبوا الكيكه زوينه. بسم الله هنا غادي نزيد واحد شويه من هذا ديال الكاكاو، واحد شويه هكا باش كيجينا واحد الفرق في الكيكه، ما كتجيش كلها تبان بيضه. ومازال غادي نزوقها ان شاء الله من الطيب. صافي غنزيد الباقي. هنا جاني شويه الخليط ناقص، ولكن ماشي مشكل، انا ما قسمتش مقاد، نتوما قسموا مقاد، انا هذيك عيني ميزاني كاع ما كتخرجني بعد الخطرات. صافي انا غنديرو في الفران دابا، ندوز الزبد مع ديك الروينه، نديرو في الفران يطيب وندوز نخلط حلوة رافاييلو، نقلي بعدا اللويزات مع كاع ما قليتهم، ونخدم الحلوه ما تجي فين نطيب الكيكات تكون الحلوه وجدتي ندخلها، وهكا ما نكونش الفران غنسخن على جوج خطرات. بالنسبه للطياب غندير على 150 درجه البنات، غنشعل تحت طيب وغنشعل الفوق، ما كنديرش الفرفاره اطلاقا، ما كنديرهاش كاع انا في الفران. صافي البنات صافي قليت اللوز كما كتشوفوا، خديت هذا البانيو ما فيهاش، جبت القصريه بعيده عليا حطيتها في البانيو. هنا عندي ربعه ديال الزبده 250 غرام ديال الزبده، معها كاس مع مرش الفوم ديال السكر كلاصي، ممكن ديروا البنات غير نص كاس سكر على حسب نتوما واش كتبغوا الحلاوه ولا لا. هنا عندي واحد الفاني وغادي نخدم مزيان هاد الزبده هكا مع السكر كلاصي، تبعت لي واحد الكريمه ديال الزبده زوينه وطبون فيها لا هادو لا والو، من الاحسن ديروا السكر كلاصي غربلوه، انا ما غربلتوش. الا ما غاديش ديروا زبده ديال العبار ديروا الزبده ديال البواطه، المارغرين ما ديروهاش، ديروا يا البواطه يا العبار. صافي دابا غادي نزيد البيض بحال شكل تاع البنات ريشبوند، بحال شكل ريشبوند هكا. هنا غير جوج بيضات، نخدم هاد البيض مزيان، عاد نزيد هادي الزيت، الزيت البنات كاس لارو كاس معمرش. بالنسبه للنشا هي راه كتكون بنشا، انا ما عنديش نشا بزاف، عندي شي معلقه نشا، هذاك الشيء اللي غندير. وديك الخطره فاش نزلتها معاكم راه نزلتها بلا بيض، حيت كانت الكره وما لقيتش منين ناخذ البيض، كانوا سادين صافي وما درتهاش وجات زوينه، يعني ماشي مشكل، ما بغاش البيض ما يديروش. ودابا ما غاديش ندير نشا حيت ما عندي، هذه معلقه انا غنديرها وغنكمل بالطحين. ودخلنا الخماره حتى هي ما درتهاش نسيتها وجات زوينه بلا خماره، دابا راه غنديرها شي 4 غرام، ما كاملاش حتى خماره وحده ما كاملاش. الزيت انا زدت الزيت باش تخرج ليا شويه كثيره، داك النهار ما درتوش خرجت شويه قليله، ولكن مع الزيت حتى انا البيض درت جوج بيضات باش خرج ليا شويه كثيره، اما الزيت خاصنا نديرو. حلي ديك القرعه النشا داكشي اللي فيها خويليه، هنا ديت خويليه الفورس، شفتوا البنات هادشي اللي عندي كنشري ديال العبار عبيتك، هادشي اللي عندي خطي وهذا كيبيت فوق هكا البالا. اعطيني الطحين من تما، حيد هذيك الميكات يلاه سيري، عاوديني شنا ريحانة في البانيو. صافي زيدي قال صافي، انا عندي كيكه راه حلوه هادي، راه سلا بالغت سوا البنات في جميع الحلوه راه كطلق لكم الزيت، صافي غير تبان لكم تجمعات وحبسوا غير بيدينا هكا. زيدي زيدي مازال بزاف، حنا نزلها الشغل ديال الدار، نزلها ديال الحلوه. واحد الخماره ريحانه هنا، لا اري ليا هذيك الخماره فين هي، غندير غير شويه كما قلت لكم واحد 4 غرام بركه، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش كاع ما كيوقع والو. جمعت صافي لا زيدي دابا لا، دابا غادي نبدا نزيد وانا بشويه، ديري ليا شي حصله ردي هذا تنشوف. كتهز تقريبا شي 600 غرام 500 غرام، ما فيهاش المقادير بزاف، هي تقريبا القوام ديالها تيكون بحال ريشبوند، صار ريشبوند ممكن تخدموه هكا، غير ريشبوند كنديرو فيها الخمارات بحال البارح درت جوج خمارات. صافي
نجمعها نجيب لاطات. صافي يا البنات غادي ناخذ شويه، ديرهم مش كبار في حق، انا كنت كنديرها كبيره، ملي شفت هذيك الغريبه اللي عند ديك المخبازه لقيتها صغيره، قلت شوف انا جالسه كنكبر. صراحه انا كتعجبني تعجبني الحلوه كبيره، ولكن هما مصغرينها. يلا جات في القياس فيها جوج عضيضات، انا درتها كبيره قداش نعي. صافي ندير ديك اللويزه الوسط ونكور هكا، صافي ما تقرصوهاش. انا نزيد وحيده اخرى، البوز عندي شي شويه كبيبر، صافي نبقى هدا هكا. ندير لاطا نديرها بحال الطياب ديال البارح ديال ريش بوند، 150 درجه، نشعل على من تحت، ما كتحمرش البنات غير كتصفر. هادي راه كتغطى عاوتاني، شوفوا هذا والله ما وسخ، راه غير داكشي ديال النعناع البنات واللوبيا وهذاك الربيع. خاصني دابا ندير ديك الشيتا، هي اللي كتحيد لي هذاك الشيء ديال قشره الرمان، واخا ما زوينش باقي ما زوينش. جابوا مول الدار حامض، عجبني كاع، عجبني هكا الرمان في هاد الوقيته، كتولي تزيدي عليه شويه دانون شويه تفاح شويه البنان، حتى الديسا ما كيبقاش يتستهلك بزاف، وكتعمري عليه مزليفات كيجي زوين. نكمل يا البنات نعمر اللاطه، غتكون الكيكه بدات كطلع، تكون الكيكه طابت نجبد الكيكه وندخل الحلوه. صافي هما البنات الكيكه طابو كما كتشوفوا، غنقلبهم في هاد الشبيكه وتام يبردو نزوقهم من بعد، نزوق عادي وصافي. شاش قلت لكم ديك الكومه راني ما اسمحي لي يا اختي، ما قسمتش مقاده. غادي نديرهم هنايا، ومع ذلك راه جات زوينه، جات عاليه، شوفوا شحال خفيفه، شوفوا البنات شحال خفيفه وزوينه. قلبوا هادي، هادي طلعات، شوفوا كي جات يا البنات، جات واعره، وجاوا بجوج بهم خفافات وزوينات. شوف ومزال ما درتش المقادير كما شفتو مقادين، شويه ماشي بزاف، هي قريبه لها، شوف شفتو ايوا صافي. هذا راه ما درتهاش كحل بزاف، جات في داك اللوين هكاك زوين، خليهم تيبردو. درت اللاطا كطيب، غادي نكور اللاطات اللي بقاو ليا باش ندوز نقاد العشاء. صافي يلا خليكم معايا طيب الحلوى، نحيدها من الفران ونطفي الفران. ونقاد شويه البغرير، البغرير نقدر نديرو دابا ديال السميده. ها هو يا البنات البغرير بديت كنطيب فيه، صراحه ما نزلتش معكم الطريقه لحقاش حاطه شحال من خطره. هذا راه بغرير السميده وما كيجيش الصفر، واحد الاخت قالت لك كنديرو ما كيجينيش الصفر، راه ما كيجيش الصفر واخا يكون ديال السميده. الا بغيتي يجيك الصفر زيدي واحد شويه الخرقوم، ما ديريش خرقوم الملون، انما ديري الاخر هذا الطبيعي اللي كنديرو راه كيعطيك اللون. هذا راه ديال السميده، انا مره البنات كنبرد المقيله، شوف كيجي زوين. دابا يلا بردت، ما بردتش دابا حتى شي شويه نبردها، ندير دوك ثلاثه البغريرات وكنبرد. صافي انا غنكمل وندوز ندير معكم المسمن ونقادو ديك الكيكات، وريكم الطبيله ديال الديكر كي غتكون. صافي يا البنات بديت كنقاد هاد الحليوه هادي ديال رافاييلو، ها هي كنديرها في الشكلاط الابيض، من بعد غنديرها في الفيوتين، ونص غنديرو في الفيوتين ونص غادي نديرها في الكوك، حيت هي الاصل تاعها راه كتجي في بتجيب الكوك، ولكن صراحه ملي دقتها بالفيوتين عجباتني، وصراحه كتجي تتغير كيجي المنظر ديالها زوين. بالنسبه للطياب ديالها راه ما كطيبش البنات، غير كتصفر وحبسوا، حيت الا طابت كتجي شويه قاصحه، هي ما كتبغيش البنات تحمر، هي من الاحسن غير تبان لكم الذهب اللوين ديالها حبسوا. شديتو هرستو بيديه، هو راه شي شويه البنات غليظ، يعني هرسو بيديكم باش تيكفاكم نيت. ها هو يا البنات شفتو راني هرستو بيدي دكدكتو نيت. صافي غادي نكمل هاد الحليوه، واللي بقى غنديرو في الكوك، غنوريكم طبيصيل نصو كوك ونصو بالفيوتين، غنحلها معاكم باش تشوفوها كي جات، كتجي واعره واعره بزاف. انا نتوما البنات المسمن صبقاتني لي سعيده، قالت لي مسكينه انت النص وانا النص، يلا حيد اختي غندير النص تاعي. حسبي شحال باقي، هي دارت النص خاوي، انا غندير النص عامر، غنديرو بشويه اللوز غبره كما قلت لكم قبيله، طحنته وغادي نكمل به المسمن، كيجي زوين البنات عامر هكا. الا بغيتو العيد ومن الفوق ديرو فوق منه السميده غير شويه باش ملي يسخن ما يبقاش خضر. حيت كتجي البنه ديالها سعيده، سعيده كتورق تبارك الله المسمن، تخلي بوطاجي يبان. الله يحفظ ليا اختي وجارتي ديما معاوناني، ما نكذبش عليكم البنات، والله الله يعطيها صحيحتها في خيرك ويحفظ ليها ولدها. هادشي اللي غنقول لها، نحسبوا يا البنات نحسبوا، راه قدي قدك تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة
13 16 16 بقى 19 بقى 20 تما شحال درت هنا 2 4 6 8 10 12 14 16 3 شي ثلاثة ويلاش بقى سيدي قدي تما عندي 20 غادي 20 كلها ايوا نديرها ماشي مشكل الدنيا هاني انا بغيت ضربي كاملة راه نضربو هيك صورتي خدامة خدامة سمعتو الدنيا هاني نقعد كي دير مسترنا الله يحفظك انا نكمل هنا عندك هو تعرف الفيسة ما يهضرنيش تعرف ها شوفي يا عمة سمعوا فيك هي ما بغاش تصور لكم ديال الفيسة ديما تنقول لها راه بغاوها البنات تصوري لي مدير الفيسة صح لا لا خويا تصور عليا ان شاء الله رمينا الحلاوية قالت لي سعيدة دير لي الفيسة قلت لها ونسيت معاك تبارك الله راه ما شاء الله عليها ونتي الفيسة انا وين خديتها اخو اخرى من عندك ولكن واخا خديتها من عندي انت كتصرعيها خديتها من عندك كديرها وقيقة على ديالتي خديتها من عندك دابا هي شافتها عندي ولكن هي كتصرع على البنات كديرها رقيقه الجناب كترققهم يعني ما تلوحوش دوك الجناب ولا ديك الدوره لا كديروا المسمنه كامله بحال هكا هكا شتي هذه هي ديال الفيسه هذا دايره فيه الحليب هذا المسمن فكره شحال رقاته سعيده شوف تبارك الله ما شاء الله بدل ما نكرصوش بزاف باش نطيبوه لا غادي هي نبطاو عليه شويه بيدينا نطيبوه حيت اصلا رقيق بزاف إلا قرصناه بزاف غيجي رقيق. أنا ما تقرصيش، أنا ما كنقرصوش فخبارك. كديري بحال هكا. بحال هكا نضربوها شوية فوالصاف. آه بحال هادي راه مقرصة هانتي. هاديك مقرصة. هانتي هادي غير الحق غير تطوع شوية ونرمي. صح. تكملي ولا نكمل؟ غنكمل غنكمل الله يحفظك. هانية. هانية ويلي. نبدا البنات ديال اللوز. معكم وحيدة ياكو ونكمل باش ما يجيش الفيديو طويل شوفوا البنات كي تجي عامرة كتجي فنة انا غنكمل ونرجع نتلاقى الله ان شاء الله نتلاقاو في الطياب صافي درت البلانشة كتسخن ونقصها واحد سنينة الصراحة ملي كتسخن طيبت شوية هدا ديال اللوز خصني نقابلو داكشي علاش طفيت تكملتو هدا البنت داك نص كيلو د اللوز لي جدك خطرة درت منو واحد العراضة درتو هكا درتو مع اللحم ودرت منو رافاييلو واللي بقا درت منو هاد المسيمنات نص كيلو خرجتو بخمسة وتلاتين درهم باش خديتو هانتوما البنات هدا راه ديال اللوز حيت فيه شوية سنيدة خاصنا شي شوية نردو معاه البال أنا تقريبا طفيتها تنبغي نرمي تاني ونشعلها صافي دابا شعلت هاهما يا البنات المسيمنات شوفو هادو هما العامرين جاو زوينين هادي راه حمرتها شوية نطيبو غير شويه فين يعاودو يسخنو هادو الخاويين صافي نجمع هاد البلاصه اللي خدمت فيها هنا لابد نشارك معكم العشاء ديالي كان الحوت شويه الزعلوك شلاضه عصير التفاح والحامض وخبيز ديال الدار سخنتو اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال بالنسبه لهذه البنات شاط لي داك شويه ديال الشكلاط اللي شاط لي من رافاييلو وشديت دوزتو على هاد الكيكه وزدت على شويه الفيوتين يعني داكشي اللي كان عارف اللي خدمت به هو اللي زوقت به والاخرى راكم شفتوا شنو درت درت الكريمه ودرت معها الشكلاط ودرت معها اللوز هي الكيكه شوفوا كي جات كتبان لكم فنه ورطبه وزوينه شوف نقطع لكم هذه عطوا هذه المذاق ديالها زوينه داك البنان لون ديال البنان جا زوين بزاف جا المذاق ديالو زوين شوفوا كيجي داك الخطيط ديال الكيكه البيضه كيجي زوين يجيكم واحد الشخير مصطفى نحس مسكين ما كينوض بكري نحس ايوا صافي حنا جالسين في الصالون كنديروا فوق راسو كنتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى انكم تجربوا هاد الحليوات وتقولوا لي كيجاوكم راه زوينين وفنين وغزالين غادي نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو نهار اثنين وعلى حسب مهم تلقاو فيديو اخر ان شاء الله باذن الله وخليت لكم الراحه
وفي امان الله.